المعلم هو صانع العقول وباني المجتمعات، فبه تتقدم الأمم والشعوب. من هذا المنطلق أقامت المديرية العامة للتربية والتعليم بمحافظة ظفار الحفل السنوي ليوم المعلم، ويأتي التكريم وفق سلسلة من التكريمات التي اعتمدتها وزارة التربية والتعليم. أقدم لهم بداية كلمة شكر والتقدير على الجهود التي يبذلونها لارتقاء مستويات التحصيلية لأبناء الطلبة والطالبات، كذلك تكريم مجموعة من المعلمين والمعلمات الذين تقدموا ببعض المبادرات المجيدة، متمنين التوفيق للجميع. تضمن الاحتفال تقديم أوبريت فني بعنوان بفضلك أنت، كما تضمن لوحات درامية وأنشودة بعنوان معلمي وفن البرعة العماني. وتخلل الحفل عرض للإجادات التربوية الفائزة بالمراكز الأولى على مستوى المحافظة. المعلم كل الشكر والتقدير، لأنهم مربوا هذه الأجيال، وبالتالي يتحملوا الكثير من العبء سواء داخل المدرسة أو حتى متابعتهم للطلبة في مختلف مناحي الحياة. يعني هناك مبادرات، لاحظت مبادرات جيدة إن شاء الله تخدم الأسلوب التعليمي. وشمل التكريم المعلمين المجيدين للعام الدراسي 2018-2019، بالإضافة إلى تكريم المشرفين والأخصائيين والمساعدين والمدراء، إلى جانب الفائزين في المبادرات التعليمية والمنسقين الإعلاميين. وقد بلغ عدد المكرمين 294. بداية نتقدم لهم بالتهنئة لكل الأخوة المعلمين والمعلمات اللي تكرموا اليوم، وأتمنى لهم التوفيق في قادم الوقت، وأيضا هذا جهدهم خلال سنوات ماضية يعني، وهذا التكريم أيضا يعطيهم دافع للتقديم الأفضل إن شاء الله في الأعوام القادمة. هذه الاحتفالية مناسبة سنوية للتأكيد على دور المعلم في الرقي بالمسيرة التعليمية والتربوية لهذا الوطن المعطى. عبد الله بن عبد العزيز، تبوك، محافظة ظفار.